أسعد الله ومساءكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة الجهات وهذه عناوينها. مرض التدهور السريع آفة تهدد غابات القوارص، والفلاحون يطلقون نداءات للتدخل وإنقاذ هذا القطاع الهام. المنتدى الوطني للتوجيه الجامعي والمهن بالمنستير، مساندة للناجحين وتعريف بمستجدات الشعب الجامعية. ويوم لتذوق سلطعون البحر الأزرق في جربة للتعريف بفوائده وإدراجه ضمن العادات الغذائية التونسية ودعم ترويجه. أهلا بكم من جديد. الانطلاقة في نشرة اليوم تكون من القطاع الفلاحي، فمرض التدهور السريع آفة أصبحت تهدد غابات القوارص بمنزل بوزلفة من ولاية نابل. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل أقرت بخطورة الوضع واتخذت جملة من الإجراءات. ستريسيزا أو مرض التدهور السريع للقوارص علة تشابه المرض العضالة عند الإنسان الذي يستحال البرء منه إلا بالقطع والاقتلاع. هذا الإشكال بدأ باجتياح غابات البرتقال بمنزل بوزلفة ليصبح المشهد مفزعا بعدد كبير من البساتين والضيعات. الإشكالية كارثية، هيك تشوف هذا المرض التدهور السريع، هذا معناتها بدا في البلاد توا عنده سنين، ولكن كنا نتوقعوا انه معناها حاجه بسيطه ومرض عادي كما الامراض الاخرى، اما توا راهي كارثه حالت البلاد. الناس محبطه، يخرج هذه فيروس تخرج من البيبينير، واحنا البيبينير نتاعنا معروفين لكلهم يوزعوا على كام تراب الجمهوريه. دونك اذا كان البلاصه نتاعنا احنا اليوم ضرت ب 70 و80%، راهو فما بلايص اخرى فيها 10 و20%، وفي عويمين ثلاثه راهو القطاع هذايا مش ينتهي ومش يصير له كما صار اللنزاز. الاتحاد المحلي للفلاحه بمنزل بوزلفه استنادا الى رئيسه قد نبه الى خطوره الموقف منذ البدايه، وليعقد عددا من الاجتماعات والجلسات بالخصوص دون جدوى، ثم ليطلق صيحه فزعا بقرب نهايه القطاع في اغلب مناطق الانتاج بالاقتلاع مع ضعف التعويضات سيما لدى الفلاحين الصغار. الاداره اللي معناها نجمت تعمل وتقوم بالتحاليل تاع في البريليفمون تاع مده 3 سنين، هما ياخذوا في العينات ويجي يقول لك راهي السنه نتاعك مضروبه، راهي مفرسه ويلزم تتقلع، فما اللي معناها 100% فما اللي 20%، والامور قاعده تتطور بنسق كبير وكبير برشا. المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل أقرت بهذه الوضعية وأشارت إلى عدد من الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن وبإمكانية الترفيع في التعويض استنادا إلى المساحات المتضررة. نظهر في ولاية نابل منذ تقريبا 10 سنين، وفي معناها كان في بؤر معناها محدودة، وبدا يتوسع شيئا فشيئا. دونك وضع خطة من أهم العناصر نتاعها هي أول حاجة معناها رفع العينات والتثبت. ويذكر أن هذا الداء قد دمر مضارب البرتقال بعدد من البلدان كالبرازيل والأرجنتين وإسبانيا، وتبدو ملامحه في تونس حسب الفلاحين واتحادهم وخيمة إلى أبعد الحدود. تربويا الآن، دورة ثالثة للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي والمهن بقصر العلوم بالمنستير، تظاهرة تعمل على مرافقة الناجحين الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اختيار شعب تتلائم وقدراتهم العلمية والأفاق المهنية. هي أجواء افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للتوجيه الجامعي والمهن لفائدة الناجحين الجدد في البكالوريا، والذي يحتضنه قصر العلوم بالمنستير وتنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة التربية. تدخل هذه التظاهرة في إطار مرافقة التلاميذ بالمدرسة العمومية وإزداء خدمة المساعدة على جميع الأصعدة النفسية، وأيضا فيما يخص التوجيه المدرسي والجامعي والتعرف على آليات التوجيه والمسالك الموجودة في التعليم العالي وكذلك الأفاق المهنية. تم دمج الإجازة الأساسية والإجازة التطبيقية، ولات عندنا إجازة وطنية، عندنا تقريبا 130 إجازة وطنية متفرعة على 385 تخصص، هذوم الكل في 10 مجالات، اللي هذوم الكل موجودين إن شاء الله في الجيت. نحاولوا باش نبلغوا بالشراكة مع وزارة التربية باش نبلغوا هالمعلومات هذه للطلبة
التلامذه اللي ولاو طلبه باش يحسنوا الاختيار. هذا المنتدى الوطني حضره عدد هام من التلاميذ من ولايات الوسط والساحل على غرار المنسير والمهديه والقيروان وسوسه وسيدي بوزيد من اجل التعرف على فرص وافاق التوجيه الجامعي. التوجيه تبدل على قبل كانوا بسكورطه ولا بالروم، برشا حاجات تبدلت، مازال حتى شيء ما هو واضح. مازلت متردد شويه، هكا علاش جيت اليوم. انا تبع شنو اني نحب والاكثرين شنو نحب وشنو توصلني ولا هذيك طريقه جديده نتاع التوجيه. معناها زاد دخلتنا بعضنا شويه، معناها الواحد كان حاط حاجات معناها بدلوها فاست سكور وردوا الرون والواحد وكل شيء. محاضرات وورشات ومعارض للتعريف بالفضاءات والاختصاصات الجامعيه في تونس مع مرافقه التلاميذ وارشادهم. دورنا في مرافقه التلاميذ ان نعاونوهم على اتخاذ القرار. احنا في اليوم بالذات في اليوم هذايا الوطني انه باش نعملوا ورشات، نبداو موجودين مع التلامذه في الورشات هذه نفسروا لهم التغييرات، خاطر كما تعرفوا السنة عندنا تغييرات جديدة، برشا أشياء جديدة قاعدة تقوم بها وزارة التعليم العالي، اللي لازم نوضحوها لهم كيفاش يقوموا بعملية التعمير في عملية التوجيه، ثم خاصة كيفاش يحسنوا الاختيار حسب إمكانياتهم وقدراتهم. وللإشارة فإن هذا المنتدى الذي ينتظم على مدى يومين بقصر العلوم بالمنسير ستليه منتديات أخرى في قادم الأيام في كل من تونس العاصمة وجابس، بهدف مساعدة التلميذ على الاختيار والتعريف بالمستجدات في التوجيه الجامعي. افتتح بجابس الجنوبية المركب الرياضي النموذجي للشباب الذي تضمن العديد من المكونات وجاء لسد الفراغ الحاصل في المؤسسات الشبابية داخل المعتمدية. تعزز القطاع الشبابي بولاية جابس بافتتاح المركب النموذجي للشباب بجابس الجنوبية. مؤسسة تربوية ثقافية رياضية يعني قادر باش يستوعب كافة الأنشطة. المركب النموذجي الشبابي اللي يعتبر بصراحة جوهرة ومكسب من مكاسب جابس، بصراحة شبابنا كم محتاج هكذا، معناتها مؤسسات شبابية. مركب يتضمن مكونات عديدة وسيتيح لشباب الجهة فرصة تفجير طاقاتهم الإبداعية في مختلف مجالات الفنون. الفضاءات اللي موجودة فيه متعدة، فما الرياضي فيه قاعة رياضة كبيرة، فيه يعني عن قريب ملعب كرة قدم مصغرة، ملعب لكرة السلة، فيه قاعة عرض سينما ومسرح وكل العروض اللي نجم يستقطبها، فيه كذلك قاعات للنشاط وقاعات للاجتماعات، وفيه كذلك يعني فضاء يعني خارجي قادر باش يستوعب عدد كبير ما لا يقل على 150-200 مستفيد. إن شاء الله يا ربي تكون معناتها منارة شبابية، منارة رياضية، منارة ثقافية لكل شباب الجهة، لكل ربوع هذه الولاية الجميلة جدا، لكل الجنوب التونسي. العديد من الناشطين في المجتمع المدني ثمنوا هذا المكسب الشبابي الذي جاء بعد طول انتظار. مكسب يعتبر للجهة كاملة وكولاية كاملة في اطار معناها الموفمون الموجوده نتاع الجمعيات نتاع المجتمع المدني نتاع كذا، لازم حاضنه لكل النشاطات ويكون متنوع ما بين ثقافي رياضي بيئي. المهم في نهايه المطاف يحتضن كل الفئات العمريه. المراكب النموذجي للشباب بجابس الجنوبيه جاء لسد الفراغ الحاصل في المؤسسات الشبابيه بهذه الجهه التي تتميز بالكثافه السكانيه العاليه. مع ارتفاع درجات الحرارة يشكو شباب ولاية تطاوين من نقص الفضاءات الترفيهية وتعطل أشغال صيانة مسبح بلدي. شباب يطالب بالتسريع في أشغال تهيئة المسبح لمواجهة موجة الحر التي تشهدها بلادنا. في ولاية تطاوين يأتي صيف جديد وتستمر معه معاناة شباب المنطقة وأوليائهم من استمرار تعطل استغلال المسبح البلدي في ظل ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة وانعدام أي فضاءات أخرى للترفيه ومواجهة موجة الحر. المسبح البلدي يقوم بدوره منذ سنوات، ولكن الأشغال هذه التي بدأت استمرت وتواصلت توا عندها يجي 3 أو 4 سنين تعطلت، وحتى الشباب والطفولة ولت معملة على معناتها بعض التجهيزات الموجودة في بعض النزل، وهذا يطرح سؤال كبير يعني معناتها إذا كان هم من الأول معناتها بالنسبة للمسبح البلدي يعني طرحين على أنفسهم باش يجددوه ولا باش يهيئوه ولكن يحبسوا في نصف الثنية، معناتها هذا مرفق عمومي. لا بالصيف في تطاوين فماش يعني متنفس باش للعائلات ولا للشباب اللي عنده قدرات في السباحة يعني ويحب يمارس الرياضة في المشوين
نجم نعنو بالمسبح هذا تكون يعني نواة لنطلع بها للزاتلات في السباحة في التطاوين. مسبح مهم شباب التطاوين خاصة في فترة ارتفاع الحرارة، وأيضا كان فضاء ربما سياحي رياضي باعتبار أننا احتضن عدة تظاهرات أو مسابقات رياضية وطنية وجهوية وحتى عالمية كبرى. معلم رياضي ترفيهي لابد من التسريع في صيانته. وأمام عدم جاهزية المسبح لهذه السنة أيضا وضرورة إعادة صيانته من جديد، تحدد المتدخلون لإنجاز هذا المشروع ما عطل الانطلاق في إنجازه لفترة قريبة مع بداية هذا الشهر. تدخل شم معناها حجرات مسبح معناها اللوكال تكنيك فساد معناها طلقت الأشغال من نهار 5 أفريل، مؤمل أنها بتكون نهار معناها في آخر جام في معناها 2020 يكون معناها جاهز معناها للاستلام إن شاء الله. معناها الأجيال هذه يقع احترام من سيد المقاول فهمتني، وبالتالي معناها يقع استغلال من طرف معناها الجهة. مسبح للشباب الرياضي مغرم بالسباحة وموهوب في هذه الرياضة ولغايات أخرى خاصة سياحية، ينتظر شباب المنطقة إعادة استغلاله قريبا حتى لا يأتي صيف آخر والمسبح معطل. ضمن أخبارنا ثقافية، ندوة صحفية في الكاف سلطت الضوء على برنامج الدورة 44 لمهرجان أبو مخلوف الدولي التي ستنطلق أولى سهراته في 23 من الشهر الحالي. سهرة الافتتاح سيؤمنها الفنان التونسي صابر الرباعي. خلال ندوة صحفية احتضنها فضاء البازيليك بالكاف، قدمت هيئة مهرجان بومخلوف الدولي برنامج الدورة 44 التي تنطلق يوم 23 من الشهر الجاري بسهرة مع النجم التونسي والعربي صابر الرباعي. دورة دولية شعلة أولى انطلاقة لنفس جديد لهذا المهرجان في الدورة 44 بعد تدويله من قبل وزير الشؤون الثقافية، وهذه اللفتة المستحقة لولاية الكاف. مهرجان عملنا فيه على الأقل على 4 لجان لتنفيذ هذا البرنامج ولتنفيذ هذه الرؤية ولضمان زاد نجاحه من خلال لجنة التوجيه، لجنة الدعم والمساندة، وكذلك اللجنة التنظيمية. أهالي مدينة الكاف ومتساكنيها سينعمون بفقرات مهرجان متنوعة بين العروض الدولية والعروض الوطنية والعروض الجهوية. المهرجان الذي يتواصل إلى 30 من الشهر الجاري يتضمن عديد السهرات التي تجمع بين الموسيقى والمسرح والسهرات الشبابية، وسيكون معلم القصب الأثري فضاء لها. نسعى باش المهرجان في دورته الأولى كدولي يعرف انطلاقة جيدة، ثبات أيضا على التسيير المحكم، على المواعيد المضبوطة، على العناوين الذي وقع اختيارها على هذا المهرجان. إن شاء الله باش نعملوا على إنجاح هذه التظاهرة، خاطر ديما البدايات صعيبة، وإن شاء الله نكونوا معناها أحسن السنة. دورة جديدة لمهرجان بومخلوف بالكاف يأمل منظموها أن تحقق النجاح الجماهيري وتؤسس لدورات دولية قادمة. انتظم بمحيط بلدية أجيم جرباه يوم لتذوق سلطعون البحر الأزرق، وذلك في إطار مشروع استغلال وتثمين هذا المنتوج البحري والتعريف بأهميته الغذائية وإدراجه ضمن العادات الغذائية التونسية، إلى جانب مزيد دعم ترويجه بالوحدات السياحية والأسواق الخارجية. أطباق مختلفة من الأكلات حذر فيها بقوة سلطعون البحر الأزرق أعدها طهاة من جزيرة جربة في تظاهرة يوم تذوق لهذا المنتوج البحري انتظمت بمحيط مقر بلدية جيم جربة. من ناحية اللذة متاعه ومن ناحية المنافع متاعه والقيمة الغذائية خير برشا من برشا حوايج، وارخص سمو ورخيص بارابور الحم وال... يوم تذوق سلطعون الأزرق يأتي في إطار مشروع استغلال وتثمين هذا المنتوج بأجيم جربة من تنظيم مجمع التنمية للفلاحة والصيد البحري بأجيم بالتعاون مع بلدية المكان. مسابقات للنزل باش نحبوا زادة كذلك فهمت نجدوا حلول مع النزل باش نلقوا حل زادة في الترويج. اليوم عنا فهمتنا معنا أول ما خدمنا ساعة أهمية المشروع هذا هو في 500 درهم معناها للبحارة هذوما ستاندون، كذلك قلنا لما لا نمسوا معناها في هشة فهمتنا معناها ملقاطة المحار اللي فهم كوليكتريس هذوما اللي عندهم موسم يخدموه موسم يرتاحوا فيه،
قلنا فهمت انا لما لا حتى هما يمسهم المشروع هذا يخدموا درين يركبوا معنا شباك بمقابل. انشطه البحث اختصت في اربع مواضيع. الموضوع الاول هي الطرق المثلى لاستغلاله، وركزنا خاصه على الدرينه اللي هي تقنيه انتقائيه وتخلي السلطعون تصطادوا باول حاجه بكميه ومردودية وكفاءة جيدة، وثاني حاجة أن توفر لنا منتج حي وذا جودة عالية عالية جدا. تثمين سلطعون البحر بعد أن كان نقمة للبحر أصبح اليوم ثروة بحرية معدة للتصدير وتدر أموالا هامة، خاصة مع وفرة الإنتاج بسواحل ولاية مدنين. تعملت المصانع، مصانع متاع تحويل السلطعون هذا اللي ثم اللي يعمل مجمد ثم اللي يعمل الحم وقاعة تصدير متاعه البرة. احنا توا كنا تعدينا من فترة في البداية 2014-2015 في حدود 30 طن تقريبا تصدير البرة، لين 2018 ولينا في 3550 طنات، وما دخلت 25 مليار للبلاد التونسية كدفيز. تضمن هذا اليوم المفتوح حصصا للتعريف بكيفية تنظيفه واستخراج اللحم منه، إضافة إلى تعداد فوائده الغذائية. يوم حضره عديد من مواطني الجهة ومهني القطاع السياحي وأصحاب المطاعم لتشجيعهم على استعمال السلطعون الأزرق في مطابخ النزل وأن يصبح عادة غذائية في الأطباق التونسية. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشرتنا. معرض مرض التدهور السريع آفة تهدد غابات القوارص، والفلاحون يطلقون نداءات للتدخل وإنقاذ هذا القطاع. المنتدى الوطني لتوجيه الجامع والمهن بالمنستير مساندة للناجحين وتعريف بمستجدات الشعب الجامعية. ويوم لتذوق سلطعون البحر الأزرق في جربة للتعريف بفوائده وإدراجه ضمن العادات الغذائية التونسية ودعم ترويجه. وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.